أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود نزار. بدك شيء؟ خدي هاي الأطراميز اللي وصلتيني عليه. أطراميز شو؟ لك أطراميز هذول الفيتامينات. إيه بس أنا ما وصيتك على أطراميز فيتامينات. أي طيب بلا يعني. خلص خلص. طالما جبته من إيدك بركة. إيه خدي. خدي هاي كمان معلقة. معلقة كمان؟ هاي المعلقة مشان تعيري فيها، بدك تاخدي كل يوم 3 مرات، وبكل مرة معلقة واحدة لا أكثر ولا أقل. إيه شكرا أبو نزار، عم عزبك معي أنا. أهلين. ويا ريت عم بتأثر فيها الخلطة. سامر أنا ما عندي حكي أحكي لك يا غير أقول لك إنه أنا ندمان كتير وأنا آسف على اللي صار. لو بتعرفي قديش كريت حالي بعد الفصل اللي سويته. بس ماما أنت من اليوم ورايح أنت وعم رامز أهلي. أنا بختلين أنا عنا غيركم. سامحيني. خلينا نطلع نقعد على بالكم. أنا اليوم كأني مالك الكون. أمي أنا اللي مالك الكون اليوم. إيه طولوا بالكم، هيك ما خليتوا لي شيء. حبيبتي قومي اعملي لنا فنجان قهوة. يا ريت يا سامر، ما عنا بن. ليش بعلمي في عنا بن؟ بعلمي في عنا، الصبح فتحت المرطبان لقيته فاضي. أنا نازل أجيب قهوة ماما. خلص ماما، ما في داعي حبيبي.
كيف ما في داعي؟ يا لطيف يا ماما، شو جعبالي اشرب معك قهوة بقعدة صفا؟ إذا هيك لا تطول. ماشي الحال. لينا بتقعدي مع أمك، ما تتركيها تسليها، إيه؟ فهميني، شو صاير لأخوكي؟ درا بيضة وريانة. أهلين سامر، ما طولت عليكي ماما. والله ما كان بدي اياك تعذب حالك. عذب حالي؟ ماما انا كرمالك بحرق حالي، مو بعذب حالي بس. بعيد الشر عنك. الله الله. لينو قومي حبيبتي اغلي القهوة لأمك، أمك بتحبها مغلية منيح. إذا بتحكوا شي لأرجعها. لا خلص. ماما الله يخليكي بلا عتب. الشي الوحيد اللي طمعان فيه إنك تسامحيني من كل قلبي. سامحك. إيش أيمتى أنا زعلت منك لحتى سامحك؟ بعد كل شي عملته فيكي؟ بعد كل شي عملته فيه انت ابني، بس انا كنت زعلانة عليك، كنت خايفة عليك من الحقد اللي جوات قلبك. انا كنت خايفة عليك لانك مهما تحاول انك تفهم. شوفي ماما، حتى ما اكذب عليكي، انا لهلا متمنى لو انك ما تزوجتي، خاصة بعد ما بابا تزوج وتركنا. بس انا مبارح طول الليل كنت عم فكر بالجملة اللي قلتي لي اياها قبل ما تطلعي، انه هي ما حنسالك اياها ابدا يا سامي. حسيت قديش قسيت عليكي، قديش عم بحرمك من حقك وانتي امي. وقت اكتشفت اني اناني، ما بحب غير حالي، لهيك بكيت. بكيت من الندم. كنت بدي ادق عليكي بنص الليل مشان اقول لك ماما كرمال الله سامحيني. سامحتك حبيبي، أنا مسامحتك. يوسف خير يا امي؟ شوفي شو بكير تعبتي، اشتقت لك حبيت شوفك. كيتو اكبر عيني، هات زهورتك عنك. يا الله يا تيتا يا خيي، انا اشتقتي لي حبيبتي. انا جايب بنته حتى ياثر عليها. برافو عليك يا يوسف. هدول مفاتيح البيت، هلا انت مصر انه نضرب البيت؟ لك ما بتكون انا بضربه لحالي. ولك اخي شلون ما بدنا، بس اذا رامز راح ونام عندكم بالبيت ويفضى بيته هو، ما بيكون احسن؟ لا
بدي ينسرق بيته وهو عم يتفرج مشان تلقيمته يتبهدل قدام امي. وبدك انا نحرق البيت قبل ما نطلع؟ اذا مو كل البيت على الاقل اوضه نومه. المهم انتو تحطوه بمكان ما توصل له النار. وهي اللي انت الكاز اشتريتها لو جاي. لعيونك سامر، الف خدمه مثل الخدمه. زهوره بتحبيني؟ قديش يا تيتي؟ يا حياتي رب السماء الهي يحميكي. ايه امي شو رايك نقعد بجنينه؟ ايه والله احسن. يلا تقبرني. يلا يا رب. يلا يا تيتي. يلا يا حلوه. شو شامل؟ شو شايفك ما رحت على المطعم؟ مو قلت لي هالمساء؟ لا لا شو المساء على ضو. بعدين اتصل المهندس هلا من شوي قال مخططات خاصه لازم تشوفها مشان تشوف اذا كان بدك تعديلات ولا شيء. وانت ما حتروح معي يا ابني؟ المطعم مطعمك. بعدين انا شو بفهمني بالمخططات بصراحه؟ يعني انا تعبان شوي. قل لك خذ ابوك معك كانك اخذتني. شو رايك؟ يلا يلا لا تضيع وقت. يلا يلا بسرعه بدي اسمع رايك ابو شامل. شو زهرة مبسوطة؟ قوي لك ياها؟ ما قوية. ايه امي؟ نعم. ما قلتي لي شلونك؟ زعلانة منك، ليش ما جبت معك مرتك وولادك؟ لك امي اجيت واجيت، جيبون معك. يا امي خفتي ضوجوكم. بعدين صحتك منيحة؟ الحمد لله. لا ما شاء الله حولك حواليك، كل مالك عم تصغري وتحلي. يو انت الثاني. فكرتيني عم امزح؟ اي والله مبيني اختي مو امي. مقبولة منك. لسا مفكرتيني عم امزح؟ امي بزمتك قديش لك ما طلعتي على المراية؟ لفها بقى. اخ يا امي بتعرفي لحتى موت ما رح انسى الاسى اللي سببت لك اياه. اذا انا بذات نفسي نسيته. لا امي لا مو هذا قصدي. انا ما بقصد الفصل البايخ اللي عملته فيكي انا ومرتي وخليناكي تمشي من البيت. أنا بقصد شلون خليتك تروحي حياتك كلياتها هدر. أمي من يوم اللي توفى أبي الله يرحمه وأنت كل همك إني أكبر وصير رجال. لكن ليش اسمها أم؟ بس يا أمي الأم مخلوقة من لحم ودم. والحمد لله أنا تعبي فيك ما راح ببلاش. ما عم تفهمي قصدي. يا أمي هي أنا كبرت وصار عندي أولاد. مستقبلي تأمن. أنت ليش ما بتشوفي حياتك بقى؟ ليش بها حياتي؟ انا عايشه احسن حياه بدون رجال بدون زوج يرعاكي ويهتم فيكي. صحيح انت ليه ما بتتزوجي؟ شو عم تحكي انت؟ انت جنيت؟ هلا اذا بدي اياك تعيشي حياتك تكون جنيت. امي انت عم تحكي عن جد؟ لك امي والله الحياه ما فيها شيء. بعدين الواحد اذا فيه ينبسط فيها ليش لي قصير؟ ايوه معناتها شغلتك فيها انا ايه لانه اذا بدك يعني اتجوز وانا بهالعمر معناته انا وقمر. والله مو باين عليكي. بعدين على القليله بتعوضي سنين الحرمان اللي شفتيها. وشو كمان؟ انا قصدي اذا اجاكي عريس مناسب لا تترددي ولا لحظه. يوسف شو رايك بعمك ابو نزار؟ احسن عريس بالدنيا كلها. هو حكى معك من شاني ما هيك؟ وقوى. وانا عم بقول ليش نازل دهلزه فيي من الصبح حلياني يا امي زغرانه اتجوزي شوفي حياتك. اشوفي يا مو بالحلال. لك انت ما بتستحي على حالك يا امي. هلا انا لو ماني شايف هالجوازي لصالحك ولسعادتك بشجعك عليها. لا والله بس ابصر ابو نزار بشو واعدك. لا امي انت هيك عم تحطي من قدري كثير. انا ابنك اللي عنده اياكي بالدنيا كلها. الله يسامحك. لكن بتروح بتقله لعمك ابو نزار مو امك اللي بتاخد رجال بتشتغل عنده. بعدين انا رجال كله قايمته من راسي من زمان. طيب خلص خلص لا تعصبي على راحتك. بس صدقيني بهالقرار انت كتير غلطاني. انت اهتم بعيلتك وما عليك مني. الله يرضى عليك. ها انا ما بدي افهم انت ليش شايفه حالك كل هالقد.
شو يعني مفكرة حالك يعني سفيرة عزيزة ولا برنسيسة ولا شو يعني؟ ولا أنا حي الله يعني؟ تأكدي تمام لما بجد الجد أنا بأخذ وحدة أحسن منك بألف مرة. إيه والله ما بيزعل هيك إلا إذا كان بيحبني عن جد. على مهلك أبو نزار مشان سكرك. لك يضرب سكري وملحي والعمر كمان. سلامة قلبك أبو نزار مشان الله لا تعصب. بدي أعصب على كيفي. أنت لما تروح خد أمك معك. لا تاخذها معك، خليها هون. البيت ما بيستغني عنها. البيت مو أنا. أنا ماشي. كيفك مرت عمو؟ من الله منيحة بس من عباده لا تشد ايدك. عمك على اللون ويجي شو بدي اعمل له؟ معقول قد ايش وقح؟ كل واحد بيعمل اللي باصله. عمو انا بعرف انك زعلان مني انت ومرت عمو واكيد نوال. عمو شو رايك تشرب كاسة الشاي قبل ما تبرد وتنسى اللي راح؟ طيب قبل ما اشرح لك يا عمو بدون ما تشرح لي انا ابوك فهمني ولمح لي واقتنعت منه. شوف ما في حدا منا ما بيغلط بهالحياة بس برافو على اللي بيعترف بغلطه وبيتراجع عنه. وأنا رح أعتبر إنه طلبك لقيت بنتي غلط وتراجعت عنه قبل ما يوقع الفاس بالراس. هيك أنت عند أهلك وبنتي عندي بتكون المسألة انتهت وضلينا أهل وحبايب. وإذا قلت لك عمو إن المسألة مو مثل ما شرح لك يا بابا. كيف يعني؟ يعني عمو أنا ما قلت لبابا عن السبب الحقيقي اللي خلاني أصرف النظر عن مسألة الزواج. شو كان السبب الحقيقي؟ السبب الحقيقي يا عمو اني انا كنت متاكد اني ما راح اعيش اكثر من سنه وسنتين لانه معي مرض خبيث. شو؟ مشان هيك عمو طلعت على بيروت لاتاكد اكثر وعملت هنيك كل الفحوصات والتحاليل اللازمه طبعا بدون ما اخبر بابا وماما. يعني بتعرف خفت عليهم من الصدمه. ونتيجه الفحوصات اللي عملتها؟ الحمد لله عمو الحمد لله اطمن. طلع الورم مو خبيث، طلعت كتله دهنيه، شالوها بدون ما تترك اي اثر. الحمد لله الحمد لله. ألف الحمد لله على سلامتك يا ابني. الله يسلمك مرت عمي. صار لازم تذبح خروف يا عمو. لكان عمو لكان ذبحته ووزعته وهلأ بدك تسمح لي أني أطلب إيد بنتك نوال من أول وجديد. الموضوع يا عمو صار عند نوال مو عندي. إذا شرحت لها ليش هيك عملت أكيد حتعذرني عمو ورح تسامحني كمان. أنا ما رح أشرح لها شيء، أنت بدك تشرح لها هلأ؟ بعد ما تشرب كاسة الشاي. طيب خلينا نفوت لصلب الموضوع، ما في داعي نلف وندور على بعضنا. صدقني يا سيدي ما بعرف انه عم يسروا ويبيعوني. مجنون يحكي وعاقل يسمع يا ابو راشد. معقولة كل هالبضاعة اللي ضبطناها عندك مسروقة وما بتعرف انها مسروقة؟ معقولة عامل لي مخزن مخفي جوات المحل وبتقابل لي الزباين فيه وبتسكر لي الباب البراني والبضاعة اللي عم تشتريها نظيفة؟ حدا باعك سلاح؟ مسدس عيار 9 ملي أخدوه من حارس بعد ما ضربوه. لا لا سلاح بعمري ما اشتريت بس مشان ما كذب عليك أحيانا بشتري شباري أنتيكا يعني. ايه يا براشيد لحتى أكون صريح معك، أنت هلأ مو تهمتك أنك عم تشتري بضاعة مسروقة لأنه هي التهمة ما بتشكل عليك خطورة كبيرة. أنت تهمتك أنك شريك مع الحرامية اللي عم يبيعوك. شلون شلون؟ مثل ما عم قالك. لذلك لحتى تنفذ بجدك ساعد العدالة. العدالة بتساعدك. كون صادق. لأنه بسهولة منكشف إذا كنت صادق ولا. أبو راشد أنت بتعرف المثل اللي بيقول لك يا روح ما بعدك روح؟ اشتري حالك وفروض كل شيء ولا تخبي شيء. يعني هلأ شو مطلوب مني؟ معقول السؤال يا أبو راشد؟ لأني ماني شريك
معظم اللي مشتري منهم ما بعرف اسمهم، ليش احنا في الكون؟ رجعنا للف والدوران. هاي ورقة وهي قلم. على هالورقة بدك تكتب لي اسماء وعناوين وارقام تليفونات كل اللي تعاملت معهم لحد هلا. سيدي في منهم ما بعرفهم، ما بعرف شيء عنه. هاي صور بعض الناس اللي عم تتعامل معهم. حتى نسهل لك عمل الذاكرة رح نتركك بالمكتب لحالك. بكفيك ساعة؟ صدقني نوال، فعلا هذا هو السبب. وأنا مصدقتك. يعني شوف المناسب أنت وبابا واعملوا. نوال المناسب بدنا نتزوج اليوم قبل بكرة، بس المشكلة أنه عندي رفيق كتير مريض وحالته ميؤوس منها. والله مو هين علي افرح وهو عم يتعزى. مريض بشو؟ شبه أمها. وقت بتكون عندي، وقت بتعانقني، في شي عم يخوفني منها. مثل شو؟ كأنه عارفاني إني. معناتها قلت لها؟ أبدا. أنا قصدي كأني عرفاني إني بدي موت. وأنا كمان في شي بعيونها ما عم بفهمه، خاصة وقت تطلع فيه بحس كأنها عم توجه لي ألف اتهام واتهام. معناته أكيد شاكة. طيب إذا شاكة ليش ما قالت لي لهلا؟ ليش ما قالت لك إلك؟ هذا مخوفني أكتر. فينا نعمل لها شيء يا نوار، ما فينا. حمقول إذا قلت لها إنه كبدي ما عم يشتغل وإني لا، بس إذا فتحتني وحسيت إنها متأكدة رح أقلها. على الأقل خليها تشبع منك قبل ما. شغلة تانية بابا، عفكر امنع بسام يجي يشوفني. اللي صاير انه عم يتعذب علي اكتر مني، كأنه هو المريض. بدي اياه يشوفني وانا عم موت، بدي اياه ينساني ويعيش حياته. بدي تلاقي لي طريقة تمنع من الجاي اللي عندي بس بدون ما يزعل. بسام ما حيقبل، بسام ما حيترك بابا. بعد تتحمل حزنه علي، كل ما بشوفه بحس انه ما لازم احكي لك كل الذكريات اللي ما بدي اتذكر. بوسيدك لأي طريقة. هاي صور الناس اللي بعرفوه، وهي أسماء وأرقام التليفونات اللي طلبتوها لي. وهدول اثنين سيدي، هدول ما بعرف أي شيء عنهم إلا أسميهم. واحد اسمه عبدو وواحد اسمه عزيز، وآخر مرة إجا معه شاب جديد اسمه مراد. هلأ عبدو عزيز كانوا على طول اثنين، الا احيانا كان يجي معهم حدا، قصدي قبل ما يجي هذا الجديد اللي اسمه مراد. سيدي كان معهم واحد اسمه مناع، وكان هو الراس تبعه. قالوا ترك الشغل وراح على ضيعته، وهي كل شيء قلت لكم اياه. وهذا شايفه قبل بمرة؟ هذا هو في ام مناع سيدي. معناتها سيدي هي العصابة. عصابة؟ هذا ما اسمه مناع، هذا اسمه عماد، ومات أثناء مطاردتنا له. مات؟ رحمة الله عليه. وأكيد هدول الاثنين اللي كانوا معه. هذا لا اسمه عبده ولا الثاني عزيز. طبعاً طالع مع عماد مسمي حاله مناع. يعني أنت متأكد لا بتعرف أسماءهم الحقيقية ولا؟ أقسم لك يا سيدي ما بعرف شيء. خذوه على الحجز. ليش الحجز سيدي؟
ننتهي منك بنبعتك لبيتك. على ما يكون عم يدخلكم معي بس. خذ الصورة وبتروح لعند أهل عماد، احتمال يعرفون الاثنين. وأنا كنت هيك بدي اقترح سيدي. تكرم عينك حبيبتي، اليوم رح كون ضيفتك. بنام أنا وياكي على تختي؟ لا، بتنامي عندي بالأوضة مثل أيام زمان. شو ماما حبيبي خلص نويت؟ سامر، تقدر آكل الكرسي أول ما بتطلع بالسيارة. إن شاء الله. هلأ غير الحلاوة الحمصية، شو بتكون جيب معي؟ بدنا سلامتك حبيبي. والهدية اللي وعدتني فيها؟ من عيوني. ماما حبيبي، أول ما بتوصل على حمص بتتصل بتطمنا، لأني أنا نايمة هون عند لينا. ليش نايمة عنا ماما؟ إيه، لأنوش حبيبتي عزمتني وأنا ما بقدر رد لها طلب. ماما، أمانة، سلميلي كتير على عم رامز، وقولي له أنا بعتذر عن كل شيء يعني عملته، وقولي له كمان إنه أنا كتير بحبه. يلا باي باي. الله معك تقبلني. ايدي وانكسر، شو صار يعني؟ معناته رح بعطيك الأطرميز تبعي. لا ستي مالي بحاجتك، انت بس تضطفي الارض ولا تخلي له شامل يفوت على الاوضه. طيب انا ليش كسرت له الأطرميز؟ شو دخلوا لك؟ شلون شو دخلوا؟ لولا ما كنت حطيتها واطيه لأم يوسف. معقوله شو صاير خفيف لك يا رأفت؟ معقولة أم يوسف تعمل فيك هيك؟ أم يوسف؟ كيفك عمو؟ أهلين بيسي، فوتي خطيبك جوا بجنينة، فوتي ساعدي يلا يلا. أي مو على عيني. على فكرة عمو، بابا وماما بيسلموا عليك. الله يسلمك. أخوك رجع من بيروت؟ ايه رجع. طب ليش ما مر علي؟ ما بدي اوصيكم. سامر شو رأيك بالحمص؟ لا تسافر، خليك نام عنا هون وهن حيفكروك انك بحمص. لك حبيبي انا بدي احكي من هنيك مشان اتأكد انه ماما نايمة عنا بالبيت، ومشان اثبت انه انا بحمص في حال صار ما صار. يا اخي ما حيصير شيء، خلاص حنفوت ونطلع ولا كأنه فتنا ولا طلعنا. لكن انا ماشي. اسمع لك، انت بدك انا نقتل رامز قتلة مرتبة بعد ما انكتفه؟ لا، انتو لما بتسرقوا له بيته قدام عيونه بتكونوا عم تقتلوه، مو بس عم تضربوه. سامر يعني ضروري نحرق البيت؟ الشغله صارت بايدكم، اللي بتلاقوه مناسب اعملوه. سلام. مسافر على سويسرا. وشو في من سويسرا؟ في مصاحب الطبيعه، والدكتور عم يقول انه بحاجه لهيك نقاهه. طيب عمو قديش رح يعود؟ مو اقل من شهر، وإذا ارتاح وعجب والجو في يقعد قد ما بده. طيب فيكم تستغنوا عنه؟ الضرورة لك يا ابني الضرورة. عموما حيسافر هو وأمه وأخوه. أمه ممكن تعد لفترة وترجع، بيبقى هو وأخوه. طيب إمتى حيسافر؟ بكرة. بكرة؟ عمو يعني اليوم قررتوا بكرة مسافر؟ لا، نحن مقررين من فترة، إجراءات السفر خلصت من يومين. بس عمو نوار ما قال لي. ما كان بدي أقول لك لو لأني ترجيته، بس منشان توتعوا بعضكم. ليش؟ نوار مو مطول يا بسام. أرجوك أرجوك لا تنفعل قدامه وتبكي، مين حالك ما معك خبر. طيب يا عمو يعني معقول تتركوه يموت بعيد عن عيونكم؟ ما حيكون بعيد عن عيوننا، طمن. شو قلت لك بس ها؟
فيني اطلع معك؟ ما بكفي انه قلبك معي ولا لا؟ انا مو بس قلبي معك، انا كلي معك. قلت بتعرف طيارتكم 9 الصبح وما بديك تودعني. كيف؟ أنا ما بحب قصة الوداع. أرجوك بس لبيلي آخر طلب بطلبه منك. شو بعمر رفعت؟ صار له كم يوم على الحال. زعلان؟ زعلان والزعل ما بيواتي. يعني صاير معه شيء؟ عمك عشقان واحذري. مين؟ مين؟ ام يوسف. شو؟ مثل ما عم قلك، وصدقي او ما تصدقي، ام يوسف انطنشي. شو عم تحكي انت؟ عمو رفعت وام يوسف؟ طلبها للزواج ورفضت. يوسف وعمو رأفت؟ واليوم أنا وأبي ناويين نحكي معه، بس بعد ما ينام عمك. بس ما اسمعيني، الله يخليك، هالموضوع ما بدي حدا غيرنا يدرسه. مو لصدق أنا بالأول. ألو؟ مرحبا لينا، إن شاء الله ما صيحتك من النوم حبيبي. لك أهلين سامر، شو منين عم تحكي؟ منيحة ليك معي. ألو، كيفك حبيبي؟ أنا منيح كتير ومشتاق لك ماما، قاعد أنا ورفقاتي ومشتاقكم بهالقعدة. وإمتى راجع تقبرني؟ بكرة الظهر بكون عندكم بإذن الله. ماما إذا بدكم مني أي شيء دقولي على هذا الرقم طلع عندكم على الكاشة. إيه طيب. تصبح على خير يا ماما. وإنت بألف خير حبيبي. مو معقول قد صاير صوته حنون. يقبر قلبي إن شاء الله. لك يلا. ايه قالك والله انت صدقت؟ الو اسمع، الطريق امان، ماما نايمة عند اختي. اوكي، ونحن الساعة 2:30 بالضبط رح ننطلق. ديروا بالكم. ها يمكن هيك أحسن، لازم سلم بالقدر. بس أبدا ما رح أنساك يا نوار، أبدا. آسف إذا فيقتك. شوف يا ابني، أبو النزال صار له شيء؟ لا لا، بس خايفين يصير له شيء، عاوزين الخمس دقايق بشني. بدنا ننزل نحن وياك شوي شوي، في كلمتين بدنا نحكيهم سوا، لانه ابو نزار نايم ما بدنا نعرف. ابو شامل احكوا لي، هببتوا لي قلبي. شو في؟ يعني ما بتعرفي شو في؟ ما بعرف. أبو نزار صار له شيء؟ احكي لي. إلا أبو نزار عم يرتفع معه السكر بشكل مفاجئ. بهالثلاث أيام اللي مضوا صرت مضطر أعطيه 9 أبر أنسولين، وهذا كتير خطير. يعني عم يزعل، والزعل ما بوقتي ابنه. ومين مزعله؟ يعني مين يا أم يوسف؟ في حدا غيري؟ أنا؟ يعني واحد بحبك هالمحبة كلها هي تقابليه بجفا؟ أيوة. هلا هو ساعة بيبعت لي ابن يوسف، ساعة بيبعتكن انتو. لا ما تظلميه، هو ما بيعرف انه عم نحكي معك، وحتى ما بيعرف انه نحن منعرف انه بده ياكي. وانتو منين عرفتو؟ سمعت حديثك انت وابو نزار بالصدفة. بالصدفة؟ هلا المهم اني سمعت، وبعد ما تركك مباشرة اضطريت اعطيه ابره. يا ام يوسف، ابو نزار طالب الحلال،
وانت بتعرفي قديش انعرض عليه بنات، ويعني بلا مؤاخذه كلهم احلم منك واصغار. بس اللي بيحب ما بيشوف غير حبيبته، وفي شغله مانك منتبهتي لها، ابو نزار بيحبك. ايه بيحبك. ام يوسف انت ما حبيتي؟ الله يرحمه. هو يا جماعه انا بعرف واثقه انه بيحبني تماما. الا كان وين المشكله؟ المشكله يا جماعه انه انتم ما عم تفهموني. انا فين ورأفت فين؟ هالانسان العظيم الراقي في فارق طبقي اجتماعي بيني وبينه كتير كبير، شو بده يقولوا الناس؟ اخذ خدامته. لا يا عم يوسف، معقولة وحدة مثلك واعية ومثقفة تفكر بهالطريقة؟ غلط. ما غلط وستين غلط. بس والله صعب علي ام يوسف. خلص بوعدكن اني فكر، بس ما بوعدكن اني وافق. ايوه اسمعوا على خير. أكيد أوضة النوم هناك. ليش السكين؟ لك شو بدنا نهدده مشان ما يصرخ؟ تعرف كان لازم سامر يهيرنا الفرد تبعه. المهم أنا حسن دلو تمه، أنت بتحط اللزاق حوالين تمه. لا تتلبك. خلاص خلاص فهمت. حط لنا نيني بيدك. لا معقول ينام ضو شاحن؟ لا اخي في عالم بتخاف تنام لحد ما يخلص طبقه. Ah!
7 عشان ما تتأخر على مدرستي. يلا قومي غسلي وافطري. صباح الخير ماما. لك صباحنا كله خير حبيبتي. شو يا براشد؟ عم يقولي المساعد حسام انك تذكرت شغلة مهمة. ايه والله يا سيدي مهمة كتير. هات لشو؟ هذا يا سيدي وقت اجى لعندي عبده عزيز ومناع. مناع اللي هو عماد رحمة الله عليه. ايه سيدي ايه مناع الله يرحمه. هذا يا سيدي وقت اجوا لعندي اخر مرة شكيت بأمره. قمت قلت له لعامر الشاب اللي بيشتغل عندي انه يلحقن على الهسي ويعرف وين ساكنة. بعت لي المساعد ايوب. هي رتبت لنا البيت وصامت الكل. شو بقي يا رجاء؟ بقي رامز. ان شاء الله يكون فاق وراح نشوفه. دائما بيناموا بدك لطوية شعلة. رامز يا رامز. يعني ايش دبنا بيعملها؟ ليش حتى اكسر الاطرميز؟ شو استفدت يعني؟ ولا حتى اهتمت فيني. ابو نزار انت فقت؟ ايه فقت. يعني شيء اخر؟ تفضلي. صباح الخير. صباح الخير. ليش قاعد بأوضتك لحالك؟ هيك موجع ما بيطلع. خذ. خذ لك معلقة بالريقك. تفضل. هاتي. صحة. أبو نزار مشان الله لا تزعل مني. مين قالك إنه زعلان منك؟ تعرفي أنت صعب واحد يزعل منك، ما بعرف ليش. يعني عم حاول إنه أزعل منك بس ما عم بقدر. وإبر الأنسولين اللي عم تاخده ما أنت السبب، بس يعني أنا عم بيطلع سكري صحيح بس عم نزله غصب عنه. يعني ما أنك زعلان مني؟ دخلك عم تستفيدي عن الفيتامينات؟ ما بعرف. يعني قصدي أنه يعني ما عم تحسي حالك أنه صرتي أقوى؟ يمكن ما بعرف. إيش بدي أقول لك أبو نزار، شامل وأبو عم يستنوك تحت، ما بدك تفطر؟ إيه نفطر مشانك، بس مو مشانه.
في شيء متغير فيها من ناحيتي.